قدمت الكويت تبرعات مالية بقيمة 350 ألف دولار للمساهمة في بناء مركز تعليمي ومسجد بجمهورية الجبل الأسود مونتجيرو. وسلم سفير الكويت لدى صربيا يوسف عبد الصمد التبرعات إلى نائب رئيس المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود عمر كايوشي. وتأتي هذه التبرعات في إطار سياسة الكويت الإنسانية لدعم الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.